نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قدم عبد حتى يسأل عن أمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه